يعني دخلنا الموضوع الملة الله يطول بعمره إن شاء الله ويطول لنا بعمرك الله يسلمك. خلاف أترك للآخرة، هذه الكم كلمة شنو تركنا بداخلك أستاذ جابر؟ والله أنا إنسان طيب باسم وأنا أحبه لحد الدقيقة. أنا أتمنى يا رب والله العظيم يعني دعوانا بصراحة دعوانا أنه نشوفكم نشوفكم ترجعون هاي الشمعتين الضاوية. شوف أقول لك أستاذ أثير، أنت عزيزي الله يحفظك، أنا بأوقات الفراغ بالتسعينات كنت أدرس أحيانا علم النفس، نعم، الأمور الاجتماعية، أقرأ هواي من هذا النيم. يعني أنا من قالها شفت الدزوليا الفيديو، نعم، عاينت على التقاسم وجه، هو ما مرتاح لهذه الكلمة، فيمكن كان يريد يرضي أناس آخرين، بس باسم أطيب وأكبر من أن يقول هاي الحكاية، ما يقولها يعني أدربي هو ما يقولها الآن. ثم عشرة عمر يعني من لا لشيئين ما يقولها لشيئين ما يقولها، أولا لأن هي أساسا ماكو مشكلة حتى يخليها للآخرة، والشغلة الثانية هو لا لو اكو مشكلة خب يقولها أحسن حتى ما يشكون غير أمور يعني لا سمح الله قسم أعزوها إلى الأمور المادية. أكو مشكلة؟ لا والله بصراحة يعني حد يقول لك شغلة. السؤال يعني حتى نخجل بصراحة نخجل أنه نسأل هذا السؤال، ولكن أقول لك شغلة، نعم، إحنا بأيام الجائحة، نعم، قعدنا ببيوتنا كنا الكرة الأرضية كلها قعدت ببيوتها، صدقني في يوم من الأيام بتشيت على بقة هاي قاعد أنا شفت بقة على هذه فريع عندي بالبيت صغيرة، نعم، باوعت قلت هاي شنو هاي جابها لنا، خاف أنام وتقرصني شفكر، رحت أجيب هذا البفاف، نعم، أنا ورايح أمشي قلت أنا مهزوم من الموت قاعد جائحة وجي أقتل هاي الحشرة، شو ما أدري إن هي شنو عالمها وشنو تفكر هي، لأن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، صدقني أقسم بذات الله بتشيت عليها بتشيت يعني قلت خطيها لو قاتلها بالله شلون كان نمت الليل. الصور اللي في عده هيك انسانيه وهيك ما يؤذي صديق او يؤذي انسان زاد وملح وياه، لا ماكو، بالعكس انا عشرتي وياه اصلا ما انكرها ابدا، وهسه اذا اي واحد يمس الملا باسم بسوء انا دافع دفاع مستميت، والدليل اصدقائي قاعدين الان اذا هذا كلام غلط يعني ياخذون عني فكره كذب، فد يوم ما ماسه بسوء ابدا، ممكن اشياء بسيطه اقول ليش قال هيك هاي غلط يقولها، او فلان مثلا قرب راسه، لا مستحيل هو اخوي وعزيزي، تسمح لي اسولف في السالفه صغيره؟ والله يا ريت. يوم من الايام كنت اكتب ديوان الميمر، نعم، وهذا اريد اكتب لك باهداء كل الجميل هذا الجزء، الله يحفظك الله يحفظك. فاليوم كنت اكتب الميمر اكتبه اكو كافتيريا قبالنا قبال البيت هناك اشوف ارتاح اكثر، فاكتب يومي 10 ميمرات 12 ميمر مجنس يعني، نعم مجنس، لان انا اوصل الف لازم هو الف بيت الميمر، وان شاء الله ايضا عن طريق اخويا وحبيبي اوصل لك نسخه جيده وتستاهل انت ان واحد يهدي لك من نتاجه، الله يحفظك. فاني وقاعد اكتب ظرف المكان حتم علي ان اسمع اليم شي يسولف، احيانا انت تكون سامع احيانا مستمع، نعم صح. فالبنات قاعدات الميز اليمي بيناتنا تقريب نص مترة، بس كل من بشأنه هم يسولفون، أنا كنت قاعد أكتب بالميمار وأخذ استراحة أوصي قهوة وكذا، فذول يسولفون أنا ما يعجبني أسمع شو يقولون، بس المسافة اللي قريبة هي وصلت جبرك تسمع. أي والله هن ذني بنات اثنين، واحدة مغربية وواحدة مصرية من خلال لهجة طبعا، ف المغربية أدرب لهجتها لأن أنا دائما أروح لطنجة، وهذه مصرية بعد اللهجة المصرية واضحة، فكانت تشكي من صديقة إلها ظاهر هنا يشتغل بمكان رقص يعني، بلي رقصات أعتقد من خلال حديث، فقالت لها يعني أنا أول ما جتي وأنا ساعدتها حتى النمرة كنت أعطيها يعني بدالي وكذا ووقفت لها وقفة كذا، بس انا انقهرت، قالت لها هذه صاحبتها، قالت لها يعني دير باللهجه العراقيه عندها تحكي، بس هي كانت تحكي باللهجه النصر، قالت لها اصلا لا تهتمي لها وهذه اصلا لا تحكين وياها بعد، لان ما ينكر العشره ما تهون العشره الا على ابن الحرام. انا صفنت قلت حتى الراقصات يعرفون انه ما تهون العشره على ابن الحرام، يعني فشي يعني مو طبيعي هنا مو طبيعي، فانا صفنت قلت مستحيل العشره يعني
ابن الحلال ما تهون عليه العشرة. فأني بما أنه طبيت البيت وهو طب البيت وزاد ملح مستحيل أنكر العشرة. مختصر الحديث. الله يبارك بيك وبي إن شاء الله ويا رب إن شاء الله نشوفكم حبيب وعزيز ضاوية بس التزيين طلعت حكي خوش حكي طلعت عشتي لك